بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله قررنا نعيد فيديو كنا تقريبا اتكلمنا عنه من قيمة سنة الناس اللي كانت متابعة معانا أيام ما كنا بنعمل الدروس بتاع الرخصة الإيطالية أو شرح مقتطفات من كتاب الرخصة الإيطالية وكنت شرحت وذكرنا إن في برنامج من خلاله تقدر تعمل عملية كشف عن طريق الترجة أو نمرة العربية قبل ما تشتريها عشان تتأكد من إن هي ما مشاكل وما تشتريش حاجة وفي الآخر تندم إن أنت اشتريتها من غير ما تعمل عليها فيريفيكا أو معلومات تفيدك أكتر يعني في حالة التسجيل يعني أو قبل عملية التسجيل ننتظر بس دقائق إن شاء الله أو ثواني وهنبدأ معاكم البث لحين بس ما أعمل شير للناس اللي موجودة على الجروب عشان الكل يشاهد الفيديو إن شاء الله تقريبا اتكلمنا عنه من سنة من الناس اللي كانت فمبدئيا كده لو الصوت واضح يا جماعه والصوره واضحه الناس تقول لنا كده وتكتب لنا كله تمام ولا في مشكله الاستاذ السيد جوري بيقول لك احسن واحد في الدنيا البرنامج احسن واحد في الدنيا يعني ولا ايه الناس اللي معانا سمعنا صوت واضح صورة شاشة الموبايل واضحة كله تمام يعني ولا نعدل لكم اي حاجة لان لو رفعت الاضاءة هنا بت... هتعمل ايه هحاول اخفت الاضاءة هنا عشان ايه تبقى واضحة هنا آه... الاستاذ طارق تمام تسلم تمام مارينا كوكو تمام والاستاذ طارق تمام طيب يعني مبدئيا كده الصوت واضح طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا ان شاء الله عشان الناس برضو تكون عندها خلفيه سبب البث النهارده او عنوان البث اللي احنا هنتكلم فيه او فيديو النهارده بنتكلم فيه عن برنامج موجود عندك على جوجل ماركت او على التليفون عندك اللي من خلاله بتقدر تحمله وبكل سهوله جدا تقدر تعمل كشف على الرقم العربيه اللي انت حابب تعمل عليها فيريفيكا او تعمل عليها كنترول يعني على سبيل المثال مثلا لو واحد حابب يشتري عربيه جديده وما عندوش وطبعا يفضل ان هو يعمل عليها كنترول على الرقم العربيه عشان ايه يبقى مطمن اكتر يعني لان في حاجه اسمها فيرمو امستراتيفو او بيسموها كده بالمصري او بالعربي عندنا العربيه دي ممكن تكون واخده حبس فده معناه ان انت ممكن تشتري عربية وممكن يكون عليها حبس او غيره او الكلام ده كله فتقع نفسك في مشكلة ده غير ان هو ممكن يكون عليها دنونشة لأي سبب من الاسباب او في مشكلة التلفزيون بتاعها بقى بقاله فترة والراجل اللي بيبيع العربية مديك معلومات غلط فالبرنامج ده بيديك الاتاحة ان انت من خلاله تقدر تعمل كنترول على الرقم العربية وبالتالي بقى انت مطمن اكتر يعني طبعا انا وجهه نظري وعلى ما اعتقد ان العربيه لما تكون واخده فيرما من والله اعلم كده المفروض ان الباساجو ما يتمش يعني فبس ما اعرفش هل ممكن اي ولا ممكن لا يعني في كلا الحالات احنا مش هنخسر حاجه لما يكون عندنا برنامج في خلال دقيقتين اتنين او تلات دقايق نعمل كنترول على الترجه بتاع العربيه اللي من خلاله هنقدر ايه هنقدر نطمن ان العربيه بتاعتنا دي معلاش مشاكل اول حاجه أه الأستاذ أحمد بيقول وقف ماشي وقف إحنا بنسميها حبس أو وقف المهم المعنى إيه تقريباً كله متشابه يعني أه أو ربما يكون مختلف الله أعلم يعني المهم إحنا هنقول إزاي تقدر تعمل النهارده عن طريق البرنامج الموجود وفي برنامج ده اللي أنا أعرفه من زمان والأستاذ أحمد أبو ياسين ذكر لنا إن في برنامج آخر وحطه في التعليقات وانا دخلت عليه عشان اشوفه واتضح انه تقريبا نفس الفكره يعني هو الاثنين بيقضوا لغرض واحد بس انا شايف ان البرنامج ده اسهل واسرع لان دوكا بيقعد يدخل منك كذا حاجه يعني فاول حاجه البرنامج زي ما هو ظاهر قدامكم في الشاشه دلوقتي اسمه سكانر فيكولي وده الرقم الاصدار بتاعه ده طبعا زي زي ما انتم شايفين اهوت هفتح البرنامج ده بعد ما نزلته وتخش تعمل ايه متابعه لحد ما توصل لنهاية الاتشيتاتسيوني تقول له ايه كونفيرما تمام لحد ما يفتح البرنامج بتاعك وطبعا تتنيك تضغط على الشاشة كده لحد ما اه تعدي الشروحات وبقول لك هنا تضغط عشان تحط رقم الترجة وهنا مش عارف تحط ايه وهنا ممكن تتكلم بالصوت عشان تقدر تدخل رقم الترجة من غير ما تكتب يعني في استخدامات كده ايه احنا كده كده مش هنستخدمها يعني هنا بقى وصلنا للاهم نقطه بقى يعني انتوا لو انتوا خدين لو انتوا واخدين بالكم هنا كاتبلك لك على انا هحاول اشاور بقلم بقى عشان صبعي احلى حاجه ان التليفونات ما بتكترش الا وقت ايه وقت الشغل يعني طيب انا طفيت التليفون بس انا هكمل معاكم زي ما أنتوا واخدين بالكم هنا هنا كلمه الترجة اللي من خلالها هنا هتكتب رقم الترجة بتاع العربيه اللي انت عايز تعمل عليها كنترول وهنا معلم لك فوق هنا بيقولك معلم لك يقول لك ان انت هيبحث لك على لو عليها دوننشه او بتدفع اللي هي البول اللي هو بتاع الطاسه اللي هي بتاع البلد والريفيزيوني يقول لك الريفيزيوني ده عامله ريفيزيوني امتى وفين و... والارتشي اه دي اللي هي لاسوكراسيوني اللي, اللي هو انت عامله الفيزورا اتشي الاشي اي دي بصراحه مش مش فاكر هي عباره عن ايه لكن عموما مش هت... مش هتهمنا كتير يعني احنا اللي يهمنا في الموضوع كله أه الحاجات اللي فوق دي الدينونش عليها دينونش ولا لا بيدفع البول ولا ما يدفعوش والريفيزيون عامله ولا مش عامله وكان متامن عليها ولا مش متامن عليها ودي معلومات هتفيدنا كتير أه سوبراتوتو يعني زي ما بيقولوا كده هم في نقطة يعني في حاجتين اتنين بس هم اللي هي هيبقوا فاصل في الموضوع كله اللي هي او ثلاثة كمان الدينونشا والبول والريفيزيون والريفيزيون هقول لك فايدته ايه بس اما نوصل اما نوصل لي نكتب ان احنا هنكتب ترجع يعني انا هكتب ترجع على سبيل المثال العربيه كنت بعتها واخدها عندها مشاكل كمان وهقول لكم دلوقتي ايه سبب المشاكل وكنت شرحت ده رقم الترجه اللي احنا كتبناه اللي احنا عايزين نعمل كنترول عليه اسم البرنامج يا استاذ احمد هي اما نقفل ان شاء الله البث المباشر هيظهر لك اسمه في البدايه آه، وهتعرفوا ان شاء الله اسم البرنامج يعني احنا كتبنا هنا الترجمه زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنضغط على كلمه آه، شركه اللي من خلال البرنامج طبعا طلب منك ان انت تدخل الحروف ديت بي دبليو ان ان كمان وفي وسبعه او قلت له نوبا. ولا ايه؟ نوفا ال

تمام هو كده جاب لك الـ... انت كده دخلت برقم الترجمة بتاعتك بس هنا هو بيطلب منك حاجه كده انا ما اعرفش ايه سبب اللي هو بيطلبها منك بيقول حدد الريجون اللي انت تابع ليه المفروض ان انت بتحدد الريجون العربيه تبع ليه فانا هقول لومبرديه لان العربيه دي كانت تابعه لومبرديه واقول له افانتي وبيقول لك ان هو اوتو ولا ممكن تختار بقى ممكن يكون ايه كذا نوع من الحاجات ديت دي يعني او روموركيو عربيه كبيره احنا يهمنا في الاولى اللي هي العربيه العاديه الاوتوموبيل بتاعتنا او الأوتو ونقول أبنتي. بيقول لك ترجة دي بروفا له لا سيبها نو خلاص كده هيقدر يعمل لك بحث وبعد كده يوصل للعربية اللي احنا فيها دلوقتي او الترجة اللي احنا نزلناها ونشوف هيقول لنا عليها ايه هو وقف ومعملش حاجة طيب هو شكله كده ايه مهنج نعمل من جديد أربعة ثمانية دي تقريبا ايه بي في ام هو تقريبا بيطلب منك حاجتين اتنين واحدة بالأرقام واحدة تاني وين ايه الأرقام الغريبة دي أصلا طيب تمانية أربعة أربعة سبعة نقول له أوكي طبعا لما زي ما انتوا شفتوا كده لما يكون الرقم مش ظاهر قدامك او متلخبط قوي قول له نوفو عشان يجيب لك ايه واحد جديد يعني طيب هنا لومبارديا قول له ماشي اوكي ودي اوكي اللي احنا قلنا عليها تارج دي بروفا قول له لا موافق هو حالف ما يجيب البيانات ولا ايه طيب انا اه اضطر ان انا استخدم بقى التليفون التاني لان انا معرفش هل التليفون ده فيه مشكلة ولا ايه ده اسم البرنامج اهوت وراح هنكتب رقم الترج هنا اما نشوف المره دي هيكتب لين ايه غلط بي واي ار اتش ثمانية ج اوكي اه واحده ليه الحظ في الارقام دي الواحد مش دبليو جي تي ار اف زد هي هتفرق معاك كان الكابتل ولا سمول ما اعتقدش يعني الارقام دي متلخبطه نقول له نوفو عشان نجيب ارقام جديده تكون ظاهره شويه سبعة اتنين تلاتة اربعة ونقول له اوكي نشوف هيقول ايه لومبارديا اقول له ماشي اوكي طب كده ده اشتغل اهو لو احنا بقى هنلاحظ احنا بعد ما دخلنا رقم الترجمه وطبعا زي ما أنتوا شفتوا كده دخلنا الارقام اللي بتظهر آه الارقام اللي ظهرت قدامنا وكتبناها هنا بيقول لك بقى بيانات العربيه زي ما انتم شايفين هو. بيقول لك ان العربيه ديت نون اسيكوراتا يعني مش متامن عليها ومش معمل لها ريفيزيون يعني مش... <applause> ما عندهاش ريفيزيوني فاليد تمام وال والبولو قال لك نون ديسبونيبل يعني ما يعرفش حاجه عن البولو والحاجه وال... الوحيده بيقول لك اللي هي نون دونشاتو يعني ما ما عندهاش قضيه ولا اي حاجه يعني نقول له بقى نخش هنا نضغط على كلمه الكلمه ديت وبعد كده نخش بالتفصيل نشوف ايه اللي هيكون مكتوب على العربيه اول حاجه طبعا لاسوكراسيونس كادوتا طبعا دي مش هتفرق معانا كتير قوي اهم حاجه ريفيزيون لو انت خدت بالك من ريفيزيون طبعا انت لما تيجي تشتري عربيه في ناس بتخاف من موضوع الناس تكون لعبه في في الكيلومتر بتاع العداد بتاع العربيه طبعا انت لما بتروح تشتري عربيه يهمك طبعا ان العربيه دي تكون عامله 20000 30000 100000 200000 300000 طبعا كل ما عدد الكيلومترات بتزيد كل ما سعر العربيه المفروض بيقل لانها بتكون مشيت كتير واتهلكت يعني ففي طبعا زي ما انتم عارفين ان في لعبه في الارقام ديت او في اماكن ممكن تلعب لك في الارقام دي فانت منين بقى تقدر تظبط الامور دي او تاخد معلومه كويسه هو لو تلاحظ هنا بيقول لك ان الريفيزيون اسكادوتو يوم 31 10 2017 ده معناه ان هو اتعمل قبلها بسنتين اتنين يوم 15 10 2015 لو انت تاخد بالك هنا ان في الاخر ريفيزيون اتعمل كانت عامله كيلومترات 152521 فلو واحد مثلا لو انت رحت لقيت مثلا على سبيل المثال رحت بتشتري عربيه والراجل بيقول لك ده العربيه دي هتعامله 100000 مثلا تمام قول له ماشي ما فيش جميل او هي عامله 100000 تمام طبعا خش على البرنامج ده واعمل واعمل ريفيزيون واعمل الكنترول على الريفيزيون ده من سنتين اتنين مثلا او من سنه على اخر ريفيزيون هتلاقي فيه كيلومترات هنا شوف انت قارن الكيلومترات اللي هو بتاع ديت لو لقيتها اقل من ديت يبقى هو لاعب في الموضوع لقيتها ازيد من ديت ده معناه ان هو بنسبة كبيرة جدا مش لاعب لان طبعا في السنتين اتنين هتعمل كام يعني عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين فاللي بيجي يلعب بيلعب في كيلومترات عالية قوي. بمعنى ان انا مثلا ممكن يكون عربية عندي عاملة تلتمية الف كيلومتر وطبعا موديل مثلا 2010 او 2011 بس اتهلكت يعني مشي كتير قوي فبالتالي هو عايز يبيعها بسعر حلو وعارف ان الموتور بتاعها اتهلك والكلام ده كله فيروح مثلا يلعب في العداد ويقوم ايه منزلها بس طبعا هو في نقطه ان هو مثلا من سنتين اتنين فاتوا يعني هو في اخر سنتين اتنين عمل مثلا مشاوير كتير وعدى الرفيزيون في اخر سنتين اتنين مثلا ممكن يكون العداد بتاعه كان عامل مثلا 250 مثلا او 220 على سبيل المثال، وبعد في خلال السنتين دول وصل لحد 300,000، هو لما يجي يلعب في العداد مش هينزلها 50 ولا 30، ماشي؟ هينزلها ممكن يكون نزلها 200، ينزلها 150، فهيقوم منزل العداد مثلا ل 150,000 عشان يجيب له يجيب له يجيب العربيه ايه؟ يجيب لها سعر حلو قوي، انت هتفق هتفقسه بقى في الموضوع ده تيجي تقول لا ده انت في الريفيزيون ده من سنه ونص كانت عندك الكيلومترات كانت مقريه المكان اللي عمل لك ريفيزيون حدد ان انت كنت عامل كيلومترات مثلا 220 انت النهارده بتورينا العربيه وعامله كيلومترات مثلا 180 يبقى العداد ده ملعوب فيه يبقى تبعد عن العربيه دي فورا وتعرف ان الكيلومترات دي ايه ملعوب فيها ودي نقطه مهمه جدا انا ما يهمنيش الريفيجن بتاعها ساقط او مش ساقط او الكلام ده كله لان كده كده هاخد العربي العربيه اعملها ريفجن طبعا كل ما العربيه تكون معمولها ريفجن او في آه او دايما باستمرار الريفيزيون بتاعها مش طايق ده معناه ان الراجل ده مهتم والموضوع شغال يعني ما بيركنش العربيه لان انتوا عارفين بدون الريفيزيون ممنوع اصلا العربيه تمشي لانه اتمسكت هتاخد مخالفه وهتبقى مشكله كبيره جدا فطبعا المفروض ان الريفيزيون يكون ايه شغال فانا مش هيهمني كتير قوي بقى ان كان الريفيزيون شغال او فاضل له شهرين فاضل له ثلاثه فاضل له سنه ايا كان يكون بس انا يهمني في النقطه اللي انا حبيت ان انا اشرحها لكم النهارده ان انا لما يكون نفسه او البرنامج محدد لي بيقول ان العربيه دي اتعمل لها في سنه في هنا مثلا على سبيل المثال في 15/10/2015 العربية دي جت لنا عملت لنا ريفيزيون وإدانا لها سنتين اتنين ينتهي في 2017 فوق هنا اهوت ينتهي 21/2017 هي جت لنا 15/10/2015 وعملنا لها ريفيزيون وكان العداد بتاعها كان عامل 152501 2020 فانا على سبيل المثال مثلا انا هنفرض ان احنا مثلا في 2017 مثلا بس احنا لسه في شهر مثلا 8 تمام خلينا مثلا احنا في شهر في 2017 في شهر 8 وانا حبيت الاباء العربيه بتاعتي ديت انا في الفتره دي يوم في 2015 مشيت بالعربيه كان ياميها العداد بتاعي كان عامل 152000 ومشيت بيها بقى كتير في خلال السنه ونص دول ومشيت بيها بقى رحت بقى ايه لفيت بيها الدنيا كلها يعني رحت المانيا ورحت سويسرا ورحت ورحت ولفيت او رحت ايطاليا المهم بل... بلف بيها كتير يعني وعملت 100000 كمان على ال 150 اللي عندي او 152 فبالتالي العداد بتاعي هيبقى 252 فانا طبعا لما اجي ابيع العربيه وهي عامله 252 او 250 250 كيلو متر 250 الف كيلومتر ده معناه انها هتديني سعر قليل فهعمل ايه مثلا او واحد ممكن يكون عديم الضمير مثلا ممكن يعمل ايه يحاول يشوف واحد يلعب له في عداد العربيات او في عدد الكيلومترات وينقصها له فهو لما ينقصها هو ممكن ما ياخدش باله من ما ياخدش باله من النقطه دي او معنى صح ممكن ما تجيش في باله يعني ممكن ينزل الكيلومترات مثلا ديت يقوم منزلها اعملها 120 او 130 او ممكن يعملها 150 على سبيل المثال فانت تيجي تقول له ايه انت عامل 152 وانت العداد بتاعك 150 يبقى العداد ده ملعوب فيه يبقى دي نقطه مهمه جدا لازم تحطها في الحسبان وتاخد بالك منها ان الريفيزيوني او العلامه بتاع الريفيزيون هنا بقدر ما هو يهمك ان كان الريفيزيوني شغال او مش شغال بقدر ما انك هتقدر تعرف عدد الكيلومترات اللي هو عمله في اخر ريفيزيون وبناء عليها تقدر تحدد العربيه ديت مشيت قد ايه في الفتره اللي هي كانت معاه ولو لقيت ان العداد غير القرايه زي ما انا شرحت لكم آه من اللي موجوده على الشاشه قدامنا يعني هنا عامله 152 اللي انا فوجئت لقيت العربيه جايبها لي عامله مثلا 150 ولا 140 ده معناه ان العربيه ديت ملعوب ايه فيها وطبعا انصحك انك ما تشتريهاش خالص ولا تيجي منها دي كانت ايه النقطه بتاعه موضوع ريفيزيون طبعا موضوع الاسكوراسيون دي اسكادوتا او مش اسكادوتا هي مش مش هتفرق معاك كتير قوي بقدر ما ان طول ما العربيه واقفه انتوا عارفين ان العربيه لما تكون بتقف كل ما مشاكلها بتكتر تمام لان العربيه لما بتمشي طول ما العربيه فيها حركه فهي شغاله ودليل ان صاحبها ماشي بيها معناها ان هي ماشيه ما اي مشاكل لكن لما تكون العربيه مركونه مثلا بقالها سنه او اتنين او تلاته مثلا فممكن تكون واقفه لسبب معين فيها مشكله في الموتور او فيها غيره والكلام ده ولو صاحبها حب يتخلص منها او مش عارف يتخلص منها وفضلت مركونه عنده فتره وبالتالي مش لاقي لها زبون لحد ما يجي واحد يقع فيها ويشتريها فطبعا ناخد بالنا من الموضوع ده لو السكراسيون بتاعها شغال تمام فده طبعا هيكون مفيد بالنسبه لنا وهنعرف ان العربيه طول ما طول ما صاحبها بيدفع لها ده معناها ان العربيه ماشيه على الطريق لان استحاله واحد يدفع سوكريتسوني العربيه وراكنها من غير ما يستخدمها يعني فبالتالي دي نقطه هتفهمنا برضو ان العربيه حالتها كويسه بدليل انها ماشيه ممكن بقى تختلف الحاله من كويسه متوسطه سيئه على حسب الحاله اللي انت هتشوفها يعني وقلنا ريفيزيوني دي النقطه المهمه اللي احنا هنشوف من خلالها عدد الكيلومترات محدد حاجات منها شويه هنا الداتا هنا هنا بيقول لك موضوع البولو هنا بقى حدد قال لك ان هو مش مش موجود طبعا لو انا حطيت ترجه ثانيه ممكن طبعا يكتب لي تاريخ اخر بولو اندفع لكن انا كتبت ترجه بتاعت عربيه كنت بايعها من فتره وواخدة فيرما منستراتيفو وده اللي انا مستغرب له هنا ان هي مش متحدد لها الفيرما منستراتيفو ايه سبب مانيش عارف بس هنا كاتب لك هنا ان هي الترجه دي ما اي دونونشا مفيش بيقول لك هنا نسو ان دونونشا بريزنتاتا او بريزنتا ما فيش حاجه ايه ما هم مش شايفين درونشة موجوده قدامهم لكن العربيه دي انا متاكد ان هي إيه واخده فيرما من ستراتيفو وهشرح لكم دلوقتي انا يعني عارف ازاي او ايه السبب يعني تمام طبعا هنا بيكتب لك بقى ايه في ناس كثيره جدا وواحد حط كويس ان احنا وصلنا للنقطه دي في واحد حط منشور او حط تعليق على الـ المنشور اللي انا كتبته بيقول حدد لنا ازاي موضوع الاورو واحد واثنين وثلاثه او زي ما بيقولوا اللي هما نسبه التلوث بتاع العربيات، طبعا الناس اللي موجوده هنا في ايطاليا او عايشه في اوروبا او غالبا هنتكلم بقى في المدن الكبيره شكل ميلانو والحتت ديت، دلوقتي هنتكلم عن لومبارديه بصفه خاصه عشان انا اعرف شويه معلومات عن عن بحكم ان انا كنت ساكن فيها فتره يعني، طبعا الناس اللي كانت موجوده في في او الناس اللي موجوده في لومبارديه عارفه ان في حاجه اسمها اريا واريا تشي دي كمان قبل ما يسموها اريا تشي كان اسمها ايكوباس. ايكوباس ده عباره عن زونه هم عملوها او الشيركلو الاولاني اللي هو بيحيط بمنتصف مدينه ميلانو وده بيبدا تقريبا من نواحي بياتسا والله نسيت من نهايه كرس بوموسيرس كده مش فاكر اسم المنطقه دي ايه؟ بورتا فينيسيا تقريبا اه. بتبدا من يعني الشيركلو يعني انا عارف المنطقه اللي هي من ناحيه كلورسو ونسايرس طبعا لكن هو الشيركلو بيدور كله حوالين المنتصف ده بس انا حددت لك منطقه معينه يعني المهم ان الشيركلو ده او الاريا تشي اللي بيسموها حاليا اللي هي كانت اسمها ايكوباس وحاليا اسمها تشي ده ما بيسمحش لاي عربيه تخشها ولو دخلت هتدفع مش غرامه هتدفع تيكت دخول بس في مشكله برضو في ناس كتيره جدا مش واخده بالها منها او ممكن تكون تايهه عن بعض النقط انا من ضمن الناس وقعت فيها يعني من قيمه حوالي ثلاث سنين وتحديدا في سنه 2014 كانت عند العربيه القديمه اللي انا ذكرت الترجه دي وكانت الاورو بتاعها كانت اورو دو تقريبا هي فين؟ هو محدد هنا هنا لو انتوا خدت بالكم هتلاقوا هنا مكتوب هنا ان العربيه ديت ايه اورو دو فانا بطبيعه الحال متخيل ان انا لما اخش عادي هقدر ادفع التيكت فللاسف دخلت وبعد ما دخلت اشتريت بتشتري تيكت كده من اي طبقايه او من الـ بتاع الناس اللي هم بيبيعوا جرايد او طبقاية او الكلام ده كله وتقول له انا محتاج تيكت بتاع الاريا او الايكوباس زمان لما كان اسمها ايكوباس واتصلت على النمرة فيردا عشان اقول لهم دلوقتي انا دخلت فايه ادي التيكت اللي انا دفعته فبملي له الترجه فقال لي حضرتك العربيه دي ايه وردو قلت له اه عارف قال لي لا انت اصلا مش غير مسموح ليك اصلا انك تخش اصلا منطقه الايكوباس بقول له زي ما انا هدفع فلوس قال لي حتى لو هتدفع الموديل بتاع العربيه او الاورو دو ممنوع منع نهائي ان هو يخش اصلا طبعا احنا كنت بتتكلم من 2014 على الاورو دو النهارده بقت اورو 3 كمان يعني النهارده حتى لو انت عندك عربيه اورو تري انت ما تقدرش تخش بيها اصلا المنطقه بتاعه الشيركلو او المنتصف بتاعه ميلانو حتى لو ناوي تدفع فلوس ودي نقطه مهمه جدا للناس اللي ساكنه في مدن قبل ما تفكر تشتري عربيه اسال على الاورو بتاعها ايرو. طبعا انا انصح الناس دلوقتي النهارده اورو 3 منها تمام في المدن الكبيره معظمها يعني ده مش منتصف ميلانو كمان يعني احنا بنتكلم على محافظات كبيره حتى بقول لك المدن اللي يعني حسبوها كده اللي تعداد سكانها يزيد عن عدد معين طبعا انا مش عارفه او نسيته لا يسمح بدخول العربيه ديت او ممنوع من العربيه ديت لان بتلوث البيئه والمنطقه ديت مش عارف محميه ايه او فيها نسبه تلوث عاليه فبنمنع نوعيه من العربيات والكلام ده كله وبالتالي في عربيات معينه او في كلاس معين في العربيات اللي هو الاورو تري اللي انا اعرفه دلوقتي ممنوع منعا باتا ان هو يمشي في المدن الكبيره. وبالتالي انت لو اشتريت عربيه مثلا اورو تري هتبقى معرض ان انت ممكن تاخد غرامه او غيره. وبالتالي دايما بنصح الناس حاول دايما تجيب حاجه اعلى شويه. النهارده الاورو تري اتمنع اللي انا سامعه ان خلاص الاسكاتو جاي ده اورو كواتر وجاي قريب كمان معرفش جاي في 2020 ولا 2021 فده معناه النهارده لو انت عندك عربيه مثلا اورو تري ما تروحش بقى تشتري عربيه اورو كواتر بقى يعني اطلع قدام شويه يعني عشان مش كل شويه ايه انت مش لما بتيجي تغير عربيه مش هتغيرها ما بين مش هتغير كل شهر ولا كل سنه يعني الواحد بيغير عربيه ممكن يغيرها كل خمس ست سنين كل 10 سنين مثلا او مش هنقول 10 سنين بقى عشان كتير او مثلا كل خمس سنين ممكن تغير عربيه وكل لست سنين فالمهم حاول دايما تفكر في المستقبل ان لما تشتري عربيه اشتري عربيه ان هي توصل معاك للمستقبل قدام يعني النهارده انا لو معايا عربيه اورو تري وعايز اغيرها ما اروحش بقى اشتري اجيب عربيه اورو كواترو هات عربيه اورو مثلا خمسه على الاقل حاجه او اورو او اورو سي مثلا وبالتالي كده انت تضمن ان انت تفضل العربيه معاك وقت وما تعملكش حظر في اماكن معينه. المهم اتمنى ان انا اكون ضفت لكم معلومه جديده النهارده عن طريق البرنامج اللي احنا اتكلمنا عليه ده واللي اسم البرنامج طبعا هتشوفوه ان شاء الله في التعليق هنزل لكم اسم البرنامج ولو حاولت ان شاء الله انزل لكم الرابط بتاعه درتمنت عشان الناس اللي حابه تدخل على الرابط مباشره لكن هو مبدئيا البرنامج اسمه مش هو ده موجود اسمه سكانر فيكولي وانا هكتبه لكم ان شاء الله وهعمل لكم الصوره بتاعته بحيث الناس توصل له بسهوله وقلنا في البدايه الناس اللي ما حضرتش معانا البدايه ان من خلال البرنامج ده هتقدر تعمل عمليه كنترول على الترجه بتاعت عربيه لو انت حابب تشتريها. لو حد عنده اي معلومه او اي استفسار او عايز يضيف اي حاجه ممكن يكتبها لنا في التعليقات دلوقتي على مشرح لكم حاجه سريعه كده بخصوص العربيه اللي انا بعتها ديت وقلت يا جماعه وشرحت برده ونزلت فيديو قبل كده قلت تحذير او ممنوع, ممنوع منعا باتا حاول بقدر الامكان لو انت عندك عربيه ما تحاولش تبيعها الا ما تعمل البساجو. بمعنى ان في نوعين اتنين من بيع العربيات او في طريقتين اتنين ممكن تبيع بيهم العربيه بتاعتك اللي من خلاله تقدر تعمل مثلا ايه تروح تعمل تبيعها عن طريق حاجه اسمها القطو ديبندت على ما اعتقد ورقه كده بتقول ان انا خلاص بعت الايه بعت العربيه ديت لفلان واداني ثمنها وانتهت علاقتي بالموضوع لكن كل ما هنالك نقل الملكيه لسه ما تمش فبيدوا لصاحب صاحب الملك الجديد وقت معين تقريبا سستانتا جورني ان في خلال الوقت ده ينقل الملكية وإلا هيتعرف يتعرض أه لغرامة يعني للأسف أنا أه وثقت في شخص جالي واشترى مني العربية وقال لي أنا للأسف معيش فلوس البساج دلوقتي فأنا بستأذنك إن أنا عشان محتاج العربية أمشي بيها فأنا هعمل هنبيعها في الأوتو وهديك فلوسك وبعد أنا في خلال إيه شهر أو أسبوعين اتنين هكون أنا عامل البساجو ومفيش اي مشكله الكلام ده كان في سنه 2000 و هنقول بقى 2000 في 2016 تقريبا او قبل ما التلفزيون ده يسقط يعني فطبعا لحد وقتنا هذا 2019 الراجل ده اصلا ما عملش ما عملش وبالتالي لحد وقتنا هذا العربيه ما زالت على اسمي وبالتالي انا يعتبر المالك للسياره فتوقع ان لو لا قدر الله الر... بس انا معايا ورقه تثبت ان انا بعت العربيه يعني انا اصلا قانونا انا ماشي صح بس كل ما هنالك ان الراجل ده ما عملش لكن هيبقى الريسك في ايه ان العربيه دي لو اتمسكت في اي مخالفه او عملت اي مصيبه فاول واحد هيتندى هو المالك اللي ظهر عندهم اللي هو مين اللي هو انا طب اما من دهولي بقى لسه بقى هتروح تثبت ان انت بالاوراق ان انت فعلا بعت العربية في اليوم الفلاني فدوشة بالنسبة لك أنت هتدخل نفسك في مرحلة انت في غنى عنها والله فاللي عايز يبيع عربية يبيعها بالباستاجو ياخد معاه صاحب العربية ويطلعوا يعملوا الباستاجو دريتامنت على طول عشان يبقى اخلى مسؤوليته من العربية وبالتالي يفضل ان انت ما العربيه بالفوليو اللي هو بس ده وخلاص حاول تعمل الباستاجو دريتامنت عشان ما تقعش في نفس المشكله دي في نقطة بقى إن أنا ذكرتها وقلت إن النقطة ديت لو حصل مثلا وأنت بعت العربية أتو ديفينديتا وصاحب العربية اللي اشتراها الجديد ده ما نقلش الملكية. إيه اللي أنت تقدر تعمله؟ أول حاجة طبعا عشان تكون في الصورة البولو ده عمال يجي على اسمك أنت يعني كل التراكمات والحاجات دي هي باسمك هي في الحكومة هي باسمك لكن ما بينك وما بينه أنت بعتها. بس اللي ما بينك وما بينه ده رسمي وبالتالي انت اصلا ماشي قانوني بس كل ما هنالك طول ما هي باسمك البولو بيجي باسمك الحوادث طول تيجي باسمك كل ده بيجي باسمك وانت بقى مطلوب منك ان انت كل شويه تروح تبعت لهم جات لك باسم الفلاني او باسم عربيتك في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه الكلام ده كله بتبعت لهم صوره الاطو فيندو تقول لهم على فكره انا بعت العربيه كذا كذا يطلعوا بقى على ما يشيلوا الملتا ويعملوا الغرامه والكلام ده كله فطبعا بالنسبه لك هتبقى فيلم طويل وهت ايه وهتو يعني هيبقى وجع على ما فيش فايده ده غير اللي عمال يجي على اسمك والكلام ده كله فانت قانونا صح اي بس يفضل انك ما تعملهاش عشان ايه ما تجيبش نفسك وجع الدماغ انت في غنى عن ايه احنا اصلا مغتربين كلنا هنا واحنا في غنى عن وجع المشاكل اللي هي اللي تبقى الصغيره ديت فايه نحاول بقدر الامكان نتجنب الحاجات دي اللي ممكن توقعنا في مشكله وما نقدرش نخرج منها في النهايه النقطه بقى اللي انا عايز اقول عليها ان انت في حاله ان انت لو بعت العربيه أطول ديفينديتا ايه اللي انت ممكن تعمله حضرتك لو بعتها المفروض بتروح نادي السيارات وتبلغهم تقول لهم على فكره انا بعت العربيه بقالها لها عليها اكتر من سنت جورني وصاحب العربيه او الملك الجديد ووعدني انه هي ايه انه هي هينقل العربيه يعني هينقل الملكيه وعدت الفتره المتاحه وما قالش, قالش الملكيه ايه اللي اعمله لو انت تشيتادينو إيطاليانا لو انت معاك الجنسيه هينقل لك في حاجه هتدفع حاجه اسمها تقريبا 120 يورو ويعمل لك حاجه اسمها بسطجو على طول بالفرصه يعني يعني كده كده اجباري يعني معنى صح بس انت بتدفع جزء بتدفع هتخسر انت 120 يورو هتدفعهم انا عملتها تقريبا من حوالي شهر والى الان لحد دلوقتي رزولت على الكمبيوتر ان هي لسه ما زالت باسمي ليه مانيش عارف فانا لسه هحاول ان انا اروح لهم دلوقتي اللي إن هم دفعتوني فلوس على أساس ان انا اخلي مسؤوليتها ولحد دلوقتي ما زالت على اسمي لكن لو انت معكش الجنسيه الايطاليه وانت مواطن اجنبي وعيش معاك اقامه شرعيه وموجود في البلد يحق لك بس ان انت تشيل البول من عليك تقول لهم بعد كده ما تبعتلوش البول بتاع الطصه ديت لان العربيه ديت ليست ملكه بس هم بيسجلوا على الكمبيوتر انهم مش هيبعتولك تاني لان انت بعت العربيه. تمام؟ آه والله اعلم على ما اعتقد يعني مش 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 متذكر قوي لكن عموما من الاول من البدايه كده اصلا حاولوا تتجنبوا الموضوع ده عشان من ايه؟ ما نخشش في متاهه يعني. اتمنى ان انا اكون نهيت او بننهي البث ان شاء الله ويكون قدرت اوصل لكم المعلومه ديت بطريقه مبسطه وسهله واللي عنده اي استفسار ممكن يسبونا ان شاء الله في التعليقات واحنا بنحاول بقدر الامكان ان شاء الله نرد عليكم وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديد دايما نعرفكم الحاجات اللي تفيدكم يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك لان الحاجات دي والله بتشجعنا كتير قوي بنحس ان احنا بنقدم حاجات مفيده والناس بتستفاد اكتر كل ما يكون بحس ان في دايما تواصل معاني ما بيني وما بين الناس الناس مبسوطه وشايفين ان الحاجات مفيده فده بيشجعنا اكتر ان احنا دايما نجيب لكم حاجات مفيده وحاجات اكتر وننزل فيديوهات كتيره يعني اشكركم واتمنى لكم جميعا التوفيق واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم احمد ابو عمر